مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، اداء باهت وغير متوقع الشوط الاول. بدايه غير مقنعه. كنا اتكلمنا على مروان عطيه وديانج في اول المباراه، وقلنا الملعب مش محتاج الاثنين. الحقيقه بتلعب مع فرقه مجتهده بتديك كل اللي عندها من سرعات يعني، انما واضح جدا ان الفنيات عندهم بيحاولوا يبقى له موجود وشكل كده، بس مش من الفرق اللي هي تقدر تتكلم عنها انها ممكن هنا او هناك او اي حاجه يكون ليها انياب معاك يعني. لكن انت اللي ما عندكش بلاي ميكر حتى، ده انت مخلي اللعيب اللي هو على البوكس عندك اللي هيترجم الكوره ويجيبها جوال وكلام من ده، اللي هو امام عاشور، بتخليه بيلعب ديفندر وبيلعب بلاي ميكر وبعيد عن المنطقه اللي انا اصلا جايبه عشانها اللي هي الشوتينج والحاجات دي. فغالبا لازم يضحي بديانج النهارده لو هو هيخلي مروان عطيه، او مروان عطيه واحد منهم، ويرجع ديانج لما بيلعب في المكان اللي في النص ده بيبقى له شكل. في اخر الشوط الاولاني اتفرجنا عليه لما رجع لاعب في النص دي بيطلع كره يمين ويطلع كده وبيلم الحاجات دي كلها. هم بيلعبوك على الكره الطويله، وانت مفاجئ ان هم عندهم بعض السرعات يعني، فحصل لك حاله اهتزاز انا مش فاهم ايه تمنها. الراجل راح لاعب الكره بيضرب الديفندر بتاع كولومب كعب يعني، تك تلاقي الراجل هو الجول. ده ما ينفعش الوقوف على الخط الواحد، ولازم يبقى فيه لغه عبد المنعم وياسر حاجه تانية خالص. ده داخلين على بعض وعوروا بعض والدنيا مش عارف ايه يعني، في اهتزاز حاصل زي ما نكون ايه مفاجئين ان اللعيبه التانيه بتعرف تنقل الكوره. طب ما انت طبيعي هتلاعب اي فرقه عندها سرعات وهتيجي قدامك عايزين يبقى عندهم شخصيه. فالتدخل الخارجي ومن بدري، ها انت لازم تحس ان انت عندك تقصير في الشكل الهجومي في الشوط الاول، فانت لازم تتدخل من على الخط تحل المشكله دي. لا هتقولي بقى اصل وجود كريم فؤاد النهارده صح، ولا حسين الشحات ما عملش، لا احنا عايزين الشكل اللي يؤهل حسين الشحات وكريم فؤاد وكهربا، ها، انه يكونوا موجودين في المنطقه دي برؤيه كشف الملعب كله، وده لن يكون الا عن الاستغناء عن مروان او ديانج وينزل على الاقل او نزول قفشه. قفشه طيب كابتن عادل، كيف استعمل مستر كولر مع احداث الشوط الثاني بعد اداء الشوط الاول؟ قولا واحدا يا كابتن، لازم التغيير يبقى بين الشوطين، ولازم ينزل مجدي قفشه مكان مروان عطيه، ويطلع كريم فؤاد وينزل بيرسي تاو مكان كريم فؤاد، وتعدل الفرقه. قلت لك قبل الماتش احنا بدانا بنهدر كتير قوي بلغه الكوره في وقتنا، وانا يمكن قلت لك ابدا كويس وابدا بقوتي وبعدين اريح او اعمل التجارب اللي انا عايز اعملها. انا مش بتكلم كده عشان انت متعادل الشوط ده، ولكن انا اديك شفت الاداء طالع نابع من انك انت عدم الاستقرار ده وعدم والتغييرات الكتيره والافكار الكتير اللي هي في الفرقه مش عايزها في الفتره دي، وانك الفتره دي عملتها في ماتش الجونه وتعادلنا. احنا مش في حل ان احنا نتعادل في مباراه زي مباراه اليوم. انت لازم تعمل التغييرات ومن البدايه، ما فيش حاجه اسمها تستنى شويه. لازم مجدي قفشه ينزل ولازم مروان عطيه ينزل، وتعدل الملعب وتلعب كالاتي: تلعب بكريم وعبد المنعم وياسر ومحمد هاني، تلعب اليو ديانج تحت، مروان عطيه امام عاشور وجنبه مجدي قفشه، ويلعب حسين الشحات ويلعب برسيتاو ومحمود كهربا قدام. ده التغيير اللي تقدر اقدر ان انا ما اضيعش وقت واقدر اضغط عليهم. ولو لعبوا اللعيبه دي انا يعني اقول لك ان انت ممكن تكسب مش هدف ولا اتنين، اكتر من 3 اهداف. كابتن بلال، تقييمك الشوط الاول فنيا وكيفيه تغيير شكل اداء الشوط الثاني؟ شوف، الاهلي ضايع كتير الشوط الاول كابتن، يعني برضو عشان نكون منطقيين في البدايه. طبعا الاهلي ضيع 3-4 فرص محققين كان ممكن تسجل بيهم هدف، فيروحوا بالمباراه حته ثانيه خالص غير اللي احنا شايفينها في الوقت في الوقت الحالي. ثاني حاجه، نقطة برضو مهمة جدا، الأهلي برضو كان ممكن يستقبل هدفين الشوط الأول. صحيح. دي نقطة مهمة جدا اتكلم عليها أسامة قبل نتيجة أخطاء مننا على الماتش. قال لك احنا مش عايزين يدخل فينا أهداف. طب ما يدخلش فينا أهداف يعني إيه؟ يعني ما تتعرضش لانفرادات صريحة انك ممكن من خلالها ممكن انك يتسجل فيك اهداف، فالمباراه تروح في حته ثانيه مختلفه خالص. تمام،
الجيم مش محكوم بلغه الكوره، انت مش قادر تحكم الجيم، انت بتلعب جيم مفتوح قوي تمام، بتلعب في مساحات كبيره جدا بعرض الملعب وبطول الملعب، مدي فرقه مديامه فرصه كبيره جدا انه يشتغل في نص الملعب ويروح ويرقص ويعمل كره طويله ويتحرك بيها ويرجع ويرقص تاني. مستخدمين انت بتلعبهم زي ما هم عايزين، مش زي ما انت عايز، انت بتلعبه صحيح. بالطريقه اللي هو عايزك صحيح. تلعبه بيها، اللي هو ايه، فتح لك الاطراف الملعب، الاثنين بتوعك الاثنين الباكين دايما قدام، المساحات اللي وراهم دايما فاضيه، بتلعب 2 على 2 في كل الكرات الطوليه، 2 على 2 راسين الحرب على 2 السنتر باكس. لا وياسر ومنعم عاملين عمق كبير جدا 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 اللي هو مش عارف ليه. ما هو انا بقول لك يعني انت فاتح الملعب طول وعرض يعني. فاتح الملعب طول وعرض يعني، انت النهارده عبد المنعم وياسر على 18 بالظبط تمام، وكهرباء على 18 الناحيه الثانيه، والاثنين الباكين بتوعك فاتحين الملعب برده قوي، فانت فاتح الملعب طول وعرض تمام، مدي مساحات كبيره جدا. واي فرقه حتى لو فرقه صغيره تحب ان هي تلعب مع فرقه كبيره بالشكل ده، انت مش قافل الملعب، مش ضاغط الفرقه اللي قدامك، مش مضايق المساحات في الحته الدفاعيه، ده شيء يعني في غايه الاهميه انك تعمله يا كابتن ايمن. انت بتدي الفرقه الثانيه متنفس انه يشتغل. ايه المتنفس اللي يشتغل فيه؟ انه لما يلعب كره في نص ملعب يلاقي واحده ضد واحد، يلاقي واحد يمسك الكره، يلاقي كره طوليه وعنده مساحه يشتغل فيها من ورا الليفت باك ولا الرايت باك بتاعك. فده اللي بيشتغلوا على فرقه ميديام، عشان كده في بعض الاوقات بيبقى ليهم خطوره، في بعض الاوقات ليهم متنفس. الطبيعي ما تعملش كده، الطبيعي انك تلعب الجيم مقفول، انت بتضغط على ضغط عالي، بس الضغط العالي ده بدايه من ياسر وعبد المنعم الاثنين، الاثنين يبقوا على طبعا على خط نص الملعب، وبقيت فرقتك بتضغط في نص الملعب، ما تديش الكرات الطوليه المفترض تبقى بتاعت الشناوي بزبط. مش بتاعت ياسر او عبد المنعم الاثنين، لا بتاعت الشناوي هو اللي يبتدي يحضر الهجمه. تحضير الهجمه بتاعت النادي الاهلي فيها يعني بتتعمل بشكل سيء جدا جدا جدا. يعني انت ما عندكش، انا مش حاسس انت بتحضر لايه، فاهم يعني؟ انت بتباصي بالعرض، بس انا مش عارف، انا قاعد بتفرج مش عارف انت بتحضر لايه. بتحضر الكره طويله، بتحضر الواحد في نص ملعب ينزل مثلا، امام عاشور ينزل يستلم الكره فيلعب، بتحضر مثلا الجبهات تشتغل مثلا، ان مثلا الوينج رايت يطلع يوم طالع، فالباك رايت يوم رايح، فتتلعب كره من وراه فيروح بيه. التحضير بتاعك مش باين، ملوش معالم وملوش، ومش واضح بالنسبه لنا. لازم طريقه اللعب تتغير، لازم تغييرات في الملعب، مش اقل من تغييرتين ثلاثه كمان بدايه من الشوط الثاني عشان تحكم اللعب. لازم مستر كولر يتكلم مع اللعيبه، الاداء لازم يكون افضل من كده الشوط الثاني، ولازم عندك في سرعه في الضغط وسرعه في الارتداد. انت لا عندك سرعه في الضغط ولا عندك سرعه في الارتداد. صح. طيب كابتن اسامه، من على الدكه بره، يمكن كابتننا قالوا لازم من بدايه الشوط الثاني يكون في حلول. مين الحلول اللي ممكن يبتدي بيها الشوط الثاني مستر كولر؟ بس في الحاله دي هيغير طريقه اللعب زي ما انت قلت، بدل ما يلعب 4 3 3 هو امام تقريبا في معظم الوقت كان معلق قدام، بس انت او في معظم الكباتن قالوا نلعب بطريقه 4 2 3 1 مع نزول محمد مجدي عشان. قبل ما اقول لك التغييرات يا كابتن ايمن، يعني مجمل الشوط الاول انت افضل، يعني باين فرق الخبرات، فرقه متواضعه، لكن انت دخلتها معاك في الجيم بالزبط. بعد اول فرصه امام عاشور في العارضه، في الكهرباء في ترتد الكهرباء في العارضه، فرصه حسين الشحات تسديده، امام عاشور بعدها بالدماغ، كريم فؤاد، فبدا اتاحه الفرص او اضاعه الفرص يدخل معاك في الجيم وياخد ثقه. السلبيه الموجوده في الشوط الاول وانت بتهاجم، محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم عاملين عمق كبير جدا ورا، صح، كوره بتتقطع تتحط على الاثنين المهاجمين، تبدا تنقل الفرقه. طب انا ممكن لازم اطلع ورا الفرقه عشان اخد الكره الثانيه اللي في نص الملعب. انا حاسس ان مروان عطيه واليو ديانج، اليو ديانج النهارده انتاجه قليل جدا، لا الانتاج بتاع اليو ديانج النهارده قليل جدا في الملعب. هو يعني العدله بتاعته ناحيه هو في المكان ده بالظبط، مفيش انتاج يقدر بالزبط يفيد الفرقه. علشان محمد هاني طبعا مفيش كرات عرضيه من ناحيه اليمين بتمثل خطوره، لا دايما حتى لو في كره عرضيه من بعيد وصريح الحارس المرمى او للمدافعين. صحيح. فالنهارده عشان تقدر تغير شكل الفرقه في الشوط الثاني لازم ضغط قوي من بدايه الشوط الثاني زي الشوط الاول، وشفنا في اول 5 دقايق كان في فرص. محمد هاني يخرج، كريم فؤاد يرجع باك رايت، ميرسي تاوي يكون مكان كريم فؤاد، واليو ديانج مع زي ما كابتن عادل قال يلعب 6 او امام عاشور او مروان عطيه، واحد من الاثنين يعني يجيدها بشكل كبير، وينزل مروان عطيه واليو ديانج، وينزل محمد مجدي قفشه. تقدر يعني يكون عندك كثافه هجوميه بشكل كبير. حسين الشحات محتاج يبقى في فعاليه اكبر من كده شويه. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتغيير شكل اداء وتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.